من واجب الناس أن يتوبوا، من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب، وكلما ترتجي قريب، لكن الموت دون ذلك أقرب. عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تصير في وجوههم الجداول، فتنفد الدموع، فتقرح العيون، حتى لو أن السفن أرخيت فيها لجرت. آه ثم آه ثم آه من القلوب القاسية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. عباد الله، إلى متى وقلوبنا قاسية وأنفسنا لاهية؟ أما آنا أن نستجيب لنداء ربنا وهو يخاطبنا قائلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول ابن مسعود: والله ما بين إسلامنا ونزول هذه الآيات إلا سنوات حتى لامنا ربنا. وكان أصحاب القلوب الحية إذا سمعوا هذه الآية بكوا وقالوا: بلى يا ربي، قد آن قد آن. عباد الله، الناس في غفلة والموت يوقظهم، وما يفيقون حتى ينفد العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم، وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. وهذا حال أكثر الناس، وهذا حال أكثر الناس. فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات، فإنها أقبح الحالات. قال ابن القيم رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله، وما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية. وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، وإذا قسى القلب قحطت العين. قال يزيد الرقاشي: إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعدك؟ إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعدك؟